استمرار التعذيب وتصاعد القمع لم يكن إلا عاملا أساسيا في تعميق المفاصلة مع النظام والإصرار على إسقاطه. ولهذا انطلقت التظاهرات الغاضبة في مختلف المناطق البحرانية يوم أمس تطالب بإطلاق سراح المعتقلين والقصاص من قتلة الشهداء، مرددين شعارات طالبت بإسقاط النظام والحرية للمعتقلين، وذلك تضامنا مع قادة الثورة وخاصة الأستاذ حسن مشيمع الذي أفادت عائلته يوم أمس أن السلطات تماطل في علاجه. كما نددت التظاهرات باستقواء النظام بعناصر مرتزقة خارجية، سيما بعد ثبوت تورط القوات الإماراتية إلى جانب السعوديين في قمع البحرانيين وتأكيد معلومات عن وجود قوات الدرك الأردني في البحرين والتي تقوم بممارسة الانتهاكات وتشارك في قمع التظاهرات وتباشر بتعذيب المواطنين في السجون. وتستمر السلطات الأمنية في مسلسل الانتهاكات واستباحة منازل المواطنين واستهداف النشطاء بما في ذلك الرياضيين، حيث أكدت المصادر اعتقال القوات النظامية 9 مواطنين بينهم 4 من عائلة واحدة بشكل مرعب، وذلك بعد مداهمة العديد من المنازل في بلدة الماحوز بالمنامة فجر هذا اليوم الثلاثاء. وأوضحت المعلومات أن المعتقلين لاعبين رياضيين في منتخب البحرين لكرة الطائرة وآخر في كرة القدم. على صعيد آخر، أطلق نشطاء أردنيون عريضة إلكترونية من خلال موقع أفاز، حملوا فيها السلطات الأردنية كامل المسؤولية عن إرسال قوات الدرك للمشاركة في مهام أمنية في البحرين، وطالبوا بوقف إرسال هذه القوات. وحث النشطاء العناصر الأمنية الأردنية المتواجدين في البحرين على التراجع عن مثل هذه المهمات، موجهين اعتذارهم للشعب البحريني وتأييد حراكه ومطالبه نحو الحرية والديمقراطية.